نداء بتوقيت الشهامة، لا يسمع صوته ولا يعرف قيمته إلا رجال الشهادة، ولا يرتد صداه إلا على الأراذل. أوقفوا العدوان، سخروا كل الجهود، لا تكتفوا بالحديث والبيانات، ولا تكتفوا الأيادي، فهذا شعب لبنان. كرروا نسخة الزيارة الأربعينية ووجهوا كل المساعدات صوب الضاحية، فهناك جرائم وحشية وأساليب همجية يعمدها الكيان لكسر شوكة المقاومة وتوسيع ساحة الصراع، ولكن هيهات، فهو يفتح بوجهه كل أبواب الجبهات، فهل يستطيع المواجهة؟ ورسالة إلى المرجفين، إلى المشككين، إلى الخائفين، إلى كل خائن وبائع للضمير، إلى كل محسوب على الصف وخارج عن الملة، لو كان في جبينك قطرة شرف أو عرق ينبض بالعزة أو كلمة تخرج منك غير مدفوعة الثمن لعاتبناك، لقلنا أنه لا إكراه في الولاء للقضايا المصيرية. لكن المصيبة لا تكمن فقط في الهوية، بل في الوقوف بجانب من استباح الدماء، نثر الأشلاء ودمرت مشاريعه كل الأركان والأرجاء. فهل أنت عربي الأصل أو مسلم الديانة؟ هل مررت بمصطلح العقيدة ولو لمرة واحدة في حياتك؟ ولو سألتنا لشككنا في كل هذا، لكن الشك الأكبر في أنك تدعو لرفع راية الاستسلام في زمن تسجل فيه المقاومة أروع الانتصارات. راجع نفسك، راجع نفسك قبل أن ترجع أفعالك عليك، يوم لا ينفع فيه لا أموال السحت ولا الملك الحرام. والسلام على الشهداء، ولا عليك أي سلام. أهلا بكم. محور حلقتنا لهذا اليوم راح تكون عن تطورات الأحداث في لبنان والفزعة العراقية وحجم الاستجابة والاستنفار لإغاثة الشعب اللبناني، بعد بيان المرجعية الدينية العليا الإمام السيستاني. راح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. أعلنت المرجعية الدينية في بيان عن تضامنها مع الشعب اللبناني جراء ما يتعرض له من هجمات وحشية على يد الكيان الصهيونية التي خلفت مئات الشهداء والجرحى، وطالبت المرجعية بضرورة بذل كافة الجهود لوقف العدوان الصهيوني، فضلا عن تقديم الاحتياجات الإنسانية للتخفيف عن معاناة الشعب اللبناني. ليس بجديد على المرجعية هي أن تنظر برؤية واضحة وشاملة، ليس للعراق فقط وإنما بالعالم الإسلامي جميعا، لا سيما في غزة وفي سوريا أو في تركيا وآخرها مع الشعب اللبناني. المرجعية اليوم ترى أن الخطر يحدق بالشعب اللبناني الفقير، وهو من قتل يعني وتهجير من قبل الكيان الصهيوني. بعد دعوة المرجعية العليا بدأت المساعدات العراقية تتدفق إلى لبنان من خلال مد جسر جوي وبري لتسهيل إرسال مساعدات إغاثية ووقود لتشغيل المحطات الكهربائية التي تحتاجها المستشفيات والمؤسسات الخدمية، فضلا عن الجاهزية التامة لاستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات العراقية. الشعب العراقي ينظر للشعب اللبناني بثقة كاملة وبمحبة، وبالتالي ستتجسد هذه عبارة عن نشاطات ومساعدات ستقدم إلى الشعب اللبناني الذي يقف اليوم بالنيابة عن
كافة الشعب العراقي وكافة المؤمنين والمسلمين أمام هجمة الكيان الصهيوني. وبناء على هذه التطورات، دعا رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني إلى عقد اجتماع طارئ لقادة الدول العربية المتواجدين في نيويورك لعقد قمة إسلامية لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان والعمل المشترك لوقف سلوكه الإجرامي. العراق ليس بعيد عن الشأن الإقليمي والشأن العربي وما يحدث من أحداث في قطاع غزة وفي لبنان، وأعتقد أيضا هنالك شعور بالمسؤولية وأيضا تلبية لنداء المرجعية الأخيرة التي طالبت بإنقاذ الموقف. فتح باب التبرعات وتيسير قوافل الدعم الإنساني أبرز ما تقدم به العراق حكومة وشعبا للتعبير عن التلاحم والتضامن مع الشعب اللبناني الصامد. من بغداد شيبا سامي، قناة الأيام الفضائية. نناقش ملف حلقتنا لهذا اليوم مع أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد عبد الإله، حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالباحث في الشأن السياسي الأستاذ علي فضل الله، حياك الله. ممتن لي هذه الدعوة، حياك الله. حياك الله. أرحب أيضا عبر سكايب من لبنان بالكاتب والباحث السياسي الدكتور إسماعيل النجار، حياك الله دكتور. حياك لكم لضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور خالد، أبدأ من دعوة العراق لعقد القمة الإسلامية. يعني هنالك تطورات خطيرة يقوم بها الكيان الصهيوني على لبنان، ممكن تحدثني عن آخر التطورات والسيناريات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف العزيز أستاذ علي والضيف الآخر وجميع مشاهدينا لقناة الأيام، وشاكر لهذا الاستضافة. بالتأكيد اليوم الأيام عصيبة مريرة يشهدها العالم العربي والإسلامي، خصوصا في إطار العدوان الغاشي من قبل الكيان الصهيوني تجاهلنا في غزة وفي لبنان، عندما توسع الصراع وشمل لبنان. لبنان المقاومة، لبنان الاستبسال، لبنان اللي كان لها بصمة كبيرة في تحرير أراضيها في عام 2000 في جنوب لبنان، وكيف كان له المواقف المقاومة دور كبير لا سيما حزب الله. أنا أتوقع اليوم حضور الرؤساء والزعماء وقادة العالم على هامش اجتماعات الجمعية في دورتها 79 في نيويورك التي تزامنت مع العدوان الكيان الصهيوني على أهلنا في جنوب لبنان، فبالتأكيد الموقف العراقي هو يتزامن ويتوافق مع المباني العربية والإسلامية والأخلاقية، وأيضا نصر للمقاومة أينما وجدت وأينما كانت، لا سيما فيما يتعلق بقطاع غزة. عندما حضر السيد السوداني مؤتمر السلام في القاهرة كان له بصمة كبيرة في الحديث عن إلغاء كافة المزايدات بخصوص القضية الفلسطينية، ويجب أن نتحدث عن توحيد الفلسطينيين. دكتور خالد، في ظل هذه الأوضاع هل القمة الإسلامية فائدة؟ هل القوانين الدولية فائدة؟ يعني اليوم هنالك معركة مصيرية، ربما كل الحلول انتهت، الحل الوحيد بقي هو الرد العسكري على جرائم الكيان. يعني إذا أنا ردت أتكلم وأعرج على هذا المسار، القمم الإسلامية أو القمم العربية منذ قرار التقسيم بال47 وصولا إلى اليوم لم تعطي نتاج كبير فيما يتعلق بالاستقرار ملف القضية الفلسطينية وحتى الأراضي المحتلة التي احتلها الكيان الصهيوني في عام 67. والدليل على ذلك مثل ما تفضلتي، لا هنالك احترام لحقوق الإنسان ولا معايير قوانين الدولية ولا كل شيء يتعلق بهذا الكيان الغاصب للأرض العربية. قرار 242 بال67 انسحاب الكيان الصهيوني إلى ما قبل حدود 67 لم ينفذ على صعيد الواقع. حتى اليوم الحديث عن معاهدات السلام، يعني اتفاقية كام ديفيد بال79. دكتور خالد، أكو هستيريا الآن صهيونية لا تشمل فقط حركات المقاومة، ده تروح إلى أبعد من هذه النقطة باستهداف العوائل، الأطفال، الأبرياء، قرى، منازل. أكو هستيريا صهيونية. سؤال لحضرتك، منو راح يقولهم كافي لهنا أنا وتوقفوا عن هذه الهستيريا؟ شوفي، اليوم الانقسام العربي والإسلامي انقسام حاضر بقوة، والدليل على ذلك كل مؤتمرات القمة اللي إذا استعرضناها اليوم يمكن رادنا حلقات تشير على القضية الفلسطينية وتشير على الأراضي التي احتلتها الكيان الصهيوني، ولكنها تطرح مبادرات للسلام، السلام مقابل الأرض، السلام مقابل الاقتصاد، السلام مقابل المال، واليوم مسارات التطبيع. فلذلك أنا أتوقع دعوة العراق لإسقاط الحجة، مثل اليوم العراق
أولى الدول التي أرسلت مساعداتها الإنسانية والصحية منذ تفجيرات البيجر وشبكات الاتصال، ولحد هذه اللحظة عندما بدأ العدوان على جنوب لبنان فتح العراق أبواب على مصراعيه إخواننا اللبنانيين. هو الإنصاف قضية الشعب اللبناني والفلسطيني من ناحية. تتوقع دور فاعل من الدول العربية أو الإسلامية؟ يعني لا نخرج عن التصريحات والإدانات والشجب، هذه مشكلة كبيرة. مثل ما تفضلت، ما اليوم حفز ودفع الكيان الصهيوني وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات هو فيما يتعلق بالصمت العربي والإسلامي لبعض الأنظمة العربية، واللي أصبحت أغلبية عامة في إطار ما يسمى بالقضايا العربية والمصيرية، لأن اليوم مسار التطبيع واضح وحقيقي وأثر بشكل كبير جدا حتى على مستوى اتخاذ هذه القرارات. في العراق يريد أن يسقط هذه الحجة من ناحية، ويريد أن يبين للعرب وللمسلمين الذين يتحدثون بالإسلام ويطبقون الشريعة الإسلامية ولكنهم لا ينصفون أخوانهم الذين يتعرضون إلى إبادة حرب وإبادة جرائم ضد الإنسانية وتدمير كل البنى التحتية، ليس في إطار الحديث عن مدرسة أو مستشفى، كل شيء مباح بالنسبة للكيان. أستاذ علي، نعم، أجل ترحيب بحضرتك. اليوم مشكلتنا مو بالصمت العربي ولا مشكلتنا بالصمت الإسلامي، مشكلتنا اليوم أنه بداخل الصف أكو ناس مرجفين، مشككين، خائفين، يدعون المقاومة إلى الاستسلام، وبعدين يقول لهم انتظروا الإمام الحجة المنتظر عليه السلام للظهور، لكن ما عنده كلمة واحدة يطالب بها العدوان بإيقاف هذا العدوان أو القليل النصرة بالكلام، بالعكس يطالب بالاستسلام. شنو رأيك بهذول الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا أجد الترحاب بحضرتك وشكرا لهذه الدعوة. تحياتي لأخي وزميلي دكتور خالد وللضيف الكريم من لبنان. هذا الفريق نفسه اللي اتهم الجمهورية الإسلامية بأنها سبب في تشنج هذه المنطقة وسبب في دعم الفصائل وسبب في جر المنطقة إلى حروب مع الكيان الصهيوني، نفس الفريق الذي يشكك على أن الجمهورية الإسلامية تقف وراء هذه الأزمات، اليوم نفس الفريق يقول أين إيران من هذه الفصائل. أنا أسأل، الصواريخ التي وصلت اليوم إلى حيفا بمعية من وبمساعدة من استطاع حزب الله وكذلك الفصائل الفلسطينية أن تصل لهذه المنطقة؟ أنا أعتقد هنالك جبهة تتعمد دائما الحط والتقليل من قيمة المواجهة. ولو عدنا إلى أكثر رأي متعقل هو رأي المرجعية، جل احترامي لباقي الآراء الحكومية والشعبية، المرجعية عندما زار باب الفاتيكان المرجعية الدينية قبل عامين، نتذكر اللقاءات السبعة أنه السيد السيستاني أكد على الاحتلال وللشعب الفلسطيني حق التحرر والمواجهة، يعني المرجعية تدعم حق المقاومة، وبالتالي المقاومة حق عندما نواجه كيان لا يضع أي معايير للإنسانية أو أي معايير للقوانين الدولية أو حتى لقوانين السماء. قطعا نحن أمام عدو لا يمتلك الشرف، فبالتالي ما يتعرض إلى لبنان وفلسطين أنا أعتقد هذه وحشية طبيعية وليست مفاجئة. أنا أستغرب أن هنالك من يستغرب أن هنالك خسائر كبيرة وكثيرة جدا. أقول 70 عام الشعب الفلسطيني يسلم لهذه الخسائر ويترك الأرض إلى أن صارت تقريبا 75% من الأرض الفلسطينية بيد الكيان الصهيوني، لكن غزة استطاعت أن تتحمل ما تحمله الشعب الفلسطيني خلال 70 عام من خلال قوة السلاح المستخدم، ولا زالت غزة اليوم صامدة، والفصائل الفلسطينية التي كانت خلال مشروع الهجوم البري الصهيوني أن تباد اليوم موجودة خلال دعم محور المقاومة. أكو جماعة يشككون، يقول لك نعم. سأرجع إليك لأنه أكو مشكلة بالصوت عندك أستاذ علي، فلو سمحت لي أمهلني بعض الدقائق. الكاتب والباحث السياسي الدكتور إسماعيل النجار، حياك الله من جديد، ممكن تحدثني عن تطورات الأوضاع في لبنان؟ أجدد لك التحية والمساء بالخير لك ولضيوفك الكريم. حياك الله. بداية أختي الكريمة، بعد عملية تفجير أجهزة الفجر التي يعني أصابت 5000 مواطن في لبنان، في اليوم الثاني فجروا أجهزة اللاسلكي، ويوم الجمعة قاموا باغتيال قادة الرضوان. إسرائيل يعني تبين بأنها تريد جر ما جرنا إلى حرب طويلة، وتريد جر المنطقة إلى حرب ربما تكون إقليمية تتطور تصبح حربا عالمية، الله أعلم. هذا الإصرار ليس من حكومة نتنياهو، إنما من نتنياهو شخصيا، هذا الرجل المألوف الذي
الموعود بمحاكمة والوضع الثوري في يديه، بدأ بالدفاع عن نفسه واستحضار سلطته، وعندما فشل في غزة ولم يستطيع أو يتمكن من تحقيق أي إنجاز خلال فترة 11 شهرا، لجأ إلى الاستدارة إلى لبنان وقام بقصف مواقع مدنية وعمليات اغتيال وتفجير الأجهزة، يعتبر ثاني القنبلة النووية. يعني عمل فظيع شنيع يندله الجبين، يفترض أن تتحرك لأجله محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل والمنظمات الحقوقية. دكتور إسماعيل، هل لا زلت متفائلا؟ لو سمحت لي لا قبل راح أعطيك الوقت للحديث، لكن فقط أريد، هل لا زلت تثق بمحكمة العدل الدولية والقوانين الدولية التي تحترم حقوق الإنسان؟ هذا سؤالي أختي الكريمة. والله لو طولت بالك علي لا فشيت لك علي. يعني أمريكا امتنعت عن التعليق. نحن نعرف أن هذه المنظمة جميعها بما فيها الجامعة العربية أسست من أجل قمع الأحرار، أسست من أجل حماية إسرائيل. نحن في لبنان، حتى أقول لك إياها باللغة العامية، نحن نمسح حذاءنا بالأمم المتحدة وبمجلس الأمن وبمحكمة الجنية وبمحكمة العدل وبهيومن رايتس ووتش وبمنظمات حقوق الإنسان. نحن لا نؤمن إلا بالقوة، نحن أقوياء، نحن أسياد، نحن ضعفاء، نحن منبطحون ومدعوس على رأسنا، لذلك نحن لا نؤمن بكل هؤلاء. هذا خائط مبكى للضعفاء، هذا ليس للأقوياء. نحن في لبنان قرأنا 1234 قرار صدروا بحق إسرائيل، لم تنفذ منهم قرار واحد. القرار 425 نفذناه ببنادقنا بدماء شهدائنا وبألام جرحانا. اليوم إسرائيل تعربد وتقوم بتوسعة دائرة النار وتقصف كافة القرى الجنوبية والبقاعية وتقتل المدنيين، كل عائلة 11 2 7 أنفار قتلوا. هذا العمل ألا يستدعي أن يكون هناك ضمير إسلامي وضمير عربي إذا تبقى شيء من الإسلام لدى هؤلاء، وضمير عربي إذا تبقى شيء من لدى هؤلاء الحكام ولدى هذه الأنظمة؟ أيضا نحن قطعنا الأمل وقطعنا الرجاء من هذه الأنظمة العربية. نحن اليوم نقاتل مستندين على أولا أحقية قضيتنا، عدالتها، إيماننا بالله، ونحن أصحاب عقيدة خرجنا من رحم ثورة كربلاء. لدينا محور إيران، العراق، اليمن، سوريا، فلسطين. من أجل فلسطين مستعدون أن نقاتل حتى لو كنينا عن فكرة أبينا. منذ بداية الأحداث قلت في عدة لقاءات ويتشرف أن أقولها على شاشتك، قلتها وأعيدها، أن العراق أضاء ظلمتنا حين كان لبنان غارق في الظلام. العراق بلسم جراحنا بالرشاش وبالأدوية التي أرسلها المستعدات الطبية إلى لبنان. هذا هو الأخ العربي، هذا هو الأخ المسلم. الأخ العربي والمسلم يرسل لرجال المقاومة وبيئتها فيول ليضووا، وبيرسلهم دواء من أجل تطبيب جراحهم. ما بيبعد الثلاج وتفاح لإسرائيل، ما بيحاصر غزة وبيبعث مواد غذائية وبيبتهم بالأموال لا لهؤلاء الصهاينة المحتلين الظلام. نحن لا نقول للعراق شكرا، نقول للعراق أنت وفيت، اللهم اشهد أن العراق وفى بالعهد. تفضل. إذا أرجع لك دكتور علي فضل الله، وأرجع للمرجفين والخائفين. يعني سابقا قالوا الجمهورية الإسلامية عندما ضربت الكيان الصهيوني كانت عبارة عن مسرحية وفيلم هندي. ردينا هسه نشوف ونسمع بعض الدعوات يقولون لا، استسلموا وانتظروا الإمام الحجة المنتظر عليه السلام هو يحرر فلسطين. شنو رد حضرتك على هذول الناس؟ لا، مبدئيا هو دور هؤلاء المرجفين أعتقد هو دور واضح، أنه دائما التشكيك بقدرات محور المقاومة بصورة عامة، والعمل دائما على الحط من أي جهد يبذل من قبل محور المقاومة. فإذا ما صمتت قالوا لماذا صمتت، وإذا ما ردت قالوا لماذا ردت. الغرض دائما زراعة بون أو هو ما بين القواعد الشعبية ومحور المقاومة، يعني العمل على عزل محور المقاومة وإيصال رسالة سلبية للشارع الشارع أو جماهير محور المقاومة على أن هذا المحور هو من يتحكم بمصير هذه القواعد الشعبية، ويريد أن يتعامل حقيقة وفق ما تقتضيه مصالح محور المقاومة لا مصالح الشارع العراقي والسوري واللبناني والفلسطيني. فبالتالي واضح أن هنالك مهمة
توجه لهؤلاء. هل هذا التصرف، أنا أعتقد هل هذا التصرف هو تصرف فطري نابع عن سذاجة، لو تصرف مدروس وممنهج؟ لا، هو تصرف ممنهج وجزء من الحرب الهجينة المتبعة باتجاه محور المقاومة. نعلم جيدا أن للإعلام أصبح دور كبير جدا، وأنا أتخطر قبل سنتين كان عندنا دعوة من وزير الثقافة اللبناني وشرفنا بلقاء السيد حسن نصر الله. هو تنبأ بأن هنالك استحضار من قبل الغرب لحرب شرسة مع عموم محور المقاومة، سيتم استخدام بها كل الأشياء حتى الأشياء الغير مباحة، وسيكون للإعلام دور كبير جدا في هذا الجانب. لذلك محور المقاومة لم يتفاجأ بأي أسلوب، سواء العمل على استغلال الجانب الإعلامي. ومن لو أستاذ علي، يعني إحنا في كل مشكلة نفس الشخصيات تحكي، يا ريت لو شخصيات بها خير، لو مختلس أراضي، لو شارب خمر أجل لك الله، لو الكثير من القضايا والله القد علي، ويقول لك لا وهذا غلط وانتم ليش دخلتوا هذا، يعني ما ملوا من هذه التصرفات؟ مبدئيا شوف ست فرح، مبدئيا دائما هاي المجموعه اقدر اقول تنجح تكتيكيا في بدايه اي معركه، تستطيع ان تتحصل على موافقه القليل من الشارع العراقي او الشارع اللبناني، لكن مع استمرار المعركه تدرك جيدا انه هذا المحور، محور المرجف، هو يتعمد دائما على تضليل الشارع ونقل غير الحقائق. لكن بالمجمل أنا أشوف حقيقة أن هنالك انتصار لمحور المقاومة، وهذا المحور المرجف انخذل خذلان كبير جدا. دليل ذلك بعد تفجيرات البيجر اللبناني، أنا أعتقد شاهدنا اللحمة الوطنية الكبيرة داخل الشارع اللبناني، والكل يعلم أن هنالك تسويق أن الشارع اللبناني منقسم ما بين مؤيد ومعارض بل حتى متذمر، يعني تلقى للصورة. لكن شاهدنا عموم الشارع اللبناني هب لمساعدة ونجدة كل الذين تعرضوا للإصابة، بل وصل حقيقة الحال للتبرع بالأعضاء البشرية. لذلك نقول أن هذه الحرب أصبحت حرب خاسرة، والحمد لله جماهير محور المقاومة تدرك جيدا أنه لا حقيقة لهذا المحور، محور المرجف. نعم أستاذ خالد، سمعت ما تفضل به الدكتور إسماعيل من لبنان، قال إحنا نمسح أحذيتنا بقرارات مجلس الأمن الدولي وكل هذه القرارات والبيانات الصادرة، الكيان ما يطبق أي واحد منها، ولا خايف ولا معتبر ولا محترم ولا قرار. الدول حتى تأخذ حقها اليوم ما عندها خيارات غير خيارات المقاومة. شنو رأي حضرتك؟ يعني اتفق معه بإطار الخاصية اللي يتحدث عنها بالنسبة للمؤسسات الدولية. أكو مشكلة في إطار القرارات الدولية التي يصدرها مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى كلمة كوتريش يعني في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم تحدث عن الدمار الذي شهدته غزة، وتحدث أيضا عن وقف هذا الدمار، ويجب أن يكون هنالك من تكاتف دولي. إذن الجمعية، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يترجى المجتمع الدولي إلى وقف هذا إطلاق النار. إذن وفشل هذا وفشلت الدول اللي دائمة العضوية الخمسة الكبار في مجلس الأمن أن تصدر قرار يلزم إسرائيل، ولو صدر وحتى صدر قرار ولكن هذا القرار لم ينفذ على صعيد الواقع. القوانين الدولية بيد أمريكا وبيد الكيان الصهيوني. شوفي، أمريكا عندها القانون الدولي، إذا كان يتماشى معها فهي تطبق هذا القرار والقانون وتدين هذه الدولة التي لا تطبق هذا القانون. وإذا كان هذا القرار أو القانون ضد سياساتها وضد ربيبتها الكيان الصهيوني، نجد بأنها تتخذ موقفا سلبيا مثل هذه القرارات. ولاحظنا بأن أكثر من 3 مشاريع قرارات قدمتها الجزائر العضو الغير الدائم في مجلس الأمن استخدم الفيتو الأمريكي تجاه مثل هذه القرارات. أنا أتوقع اليوم التعويل على المجتمع الدولي تعويل خاطئ. حتى اليوم حتى بعد ما على مستوى غير المقاومة، هو إحنا وصلنا إلى مرحلة حتى مسألة قرارات الجامعة العربية، تدرين العراق في 2012 قدم مقترح لتعديل النظام الداخلي للجامعة العربية، ولكن أيضا لم يستحسن هذا الأمر لجميع الدول العربية الموجودة في داخل الجامعة العربية باعتبار العراق بلد مؤسس الجامعة العربية. لماذا؟ لأن كل قرارات الجامعة العربية هي قرارات غير ملزمة للدول، وهي مشكلة بحد ذاته. حتى لو كان هنالك اتخاذ قرار فيما يسمى بالقضية الفلسطينية، لاحظناها القمة الأخيرة قمة المنامة، هل من معقول بأن الزعماء والرؤساء ما عدا العراق
تحفظ على ما يسمى بحل الدولتين؟ هل من معقول بأن رئيس السلطة الفلسطينية ومجموعة من الدول، لا نريد أن نذكر أسماءهم، يتحدثون بأن المسؤولية التي قامت بعملية التدمير تتحملها حماس ومو الكيان الصهيوني؟ هل هذا مستوى كبير جدا؟ ليش ما نذكر أسماء هذه الدول؟ يعني هم ليش ما يستحون؟ لا هي معروف. وإحنا ليش المفروض نستحي من لا لا الأطول؟ إحنا مدى نتحدث قلت ليش ما عدا العراق، وقد يكون لبنان، وقد يكون يعني المواقف الدول اللي مع القضية الفلسطينية معروفة، العراق، سوريا، لبنان، الجزائر. من حضرتك ليش كلهم اصطفوا بمحاربة اليمن سابقا وهسه فلسطين ولبنان ما بهم واحدة حركت نخوته قال كافي هذول الناس يقتلون؟ هي مو حديث عن نخوة عربية أو إسلامية، المشكلة الأنظمة العربية الموجودة في دول الخليج أو الأنظمة الموجودة في شمال أفريقيا أو دول المواجهة هي مرتبطة بعلاقات ثنائية مع الكيان الصهيوني. والدليل على ذلك يعني إحنا من نتحدث عن اتفاق كامب ديفيد، اليوم الإسرائيليون سيطروا ومسيطرين ويرفضون ينسحبون من معبر فيلادلفيا اللي هو اللي يطل على دخول رفح بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وهذا نسف لقضية السلام يعني إذا تسمحي لي. نرجع إلى اتفاقيات وادي عربة وأوسلو وبعد مؤتمر مدريد واتفاقية غزة أريحة، كل هاي الاتفاقيات اليوم إسرائيل ضربتها بعرض الحائط. إذن مبادرات الأرض مقابل السلام انتهت، مبادرات الأرض مقابل الاقتصاد انتهت، مبادرات خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية في قمة بيروت انتهت، ضربها نسفها الكيان الصهيوني. وإحنا اليوم نستجدي يعني لو نرجع لقرار التقسيم بال47، تدرين بالقرار التقسيم الأراضي المخصصة للعرب كانت تزيد عن 70% مما هي موجودة اليوم، واليوم العرب 10 إلى 12%، واليوم هنالك تمدد من القضية تمدد على القضية الفلسطينية. إذن هي قضية نخوة ولا هي قضية إيه؟ هسه رح نرجع، ما في إرادة لا ما في بعد لا ملازمة ست فرح للأسف الشديد ارتباط المنظومة العربية الرسمية معظم البلدان العربية بالفلك الأمريكي من ناحية والمصالح الأمريكية وأيضا ما يتعلق بالجانب الصهيوني. والدليل على ذلك أنت من تجين تحرفين مسار الصراع من عربي إسرائيلي إلى عربي مع إيران، هاي مشكلة بحد ذاته. والدليل واقع. والدليل على ذلك من صارت المشاكل بين المملكة العربية السعودية وإيران، من الذي رتب الأجواء؟ العراق كان له دور كبير صحيح جداً. واليوم العراق له دور كبير جدا في تنسيق الأجواء مع المملكة الهاشمية الأردنية إلى أي مدى إلى أي مدى مصطلحات الدول العربية الشقيقة، العروبة، السلام، كل هذه اللي كانوا مصدعين رأسنا بها، هل لازلنا نؤمن بمبدأهم؟ شوفي لا لازم نتحدث عن العروبة والإسلام، هذا حقيقة أساسية لا نستطيع أن ننسلخ عنها، بس نتحدث عن المواقف. إحنا ما نريد الإدانة والشجب، يجب أن يكون هناك مواقف أكثر سياسية، قطع العلاقات الاقتصادية السياسية. لم نصل إلى هذه المرحلة منذ 48 لحد الآن. هو يخاف من ظل الكيان الصهيوني. يعني أنا دائما يذكرني كلام رئيس المجاهدين أو رئيس المكتب السياسي السنوار، قال نحن لسنا بحاجة اليوم إلى إمدادنا بالسلاح، نحن نحتاج من الأنظمة العربية والإسلامية الدعم المعنوي. يعني المجاهدون اليوم في قطاع غزة وحزب الله يحتاجون الدعم فقط اليوم المعنوي أهم من الدعم المادي. ليش؟ لأنه اعتراف بالقضية دكتور، وهذا الشيء الأساسي الذي يمكن من خلاله نتحدث عنه. إحنا ما نريد نتحدث عن شجب أو إدانة أو استنكار. أنت تشوف أكو أطفال ينقتلون، بنى تحتية تدمر، مستشفيات تضرب، مدارس تضرب، نزوح قسري، إبادة جماعية، إبادة لكل شيء، إبادة لمستوى الحياة، وأنت ما تستطيع أن تتخذ قرار عربي وإسلامي. هذا القرار يحرج الولايات المتحدة. يعني لويد أوستن من بداية 7 أكتوبر، إحنا على مضى عام كامل على أحداث 7 أكتوبر ولحد الآن، وزير الدفاع لويد أوستن يتحدث ويقول وينذر جميع بلدان المنطقة، دول المنطقة، بأنه إذا كان هنالك تدخل لنصرة حماس أو القضية الفلسطينية سيكون هنالك ردا من قبل الولايات المتحدة. إذن المشكلة اليوم هي مو إسرائيل، المشكلة اليوم في أمريكا وفرنسا وبريطانيا الداعمة للكيان الصهيوني. زين أستاذ إسماعيل، قبل قليل تفضلت أنه من مصلحة نتنياهو أن يوسع دائرة الصراع لتشمل المنطقة، وربما هذا يجرنا إلى حرب عالمية ثالثة. بالمقابل محور المقاومة، ما المفروض أن يتصرف في هذه الظروف؟ في الحقيقة أنا رأيت أن محور المقاومة يتصرف بالذكاء،
وهو إذا أراد أن يذهب إلى الحرب يذهب إلى الحرب بتوقيت القدس وليس بتوقيت تل أبيب. إذا نتنياهو فشل في جرنا إلى حرب واسعة، استطاع أن يقوم بتدمير جزء كبير من المناطق والقرى نتيجة إمكانياته الجوية المتطورة، ولكن هل نتنياهو يتجرأ أن يقوم بعملية عسكرية برية باتجاه لبنان؟ أنا أتحدى وأتحدى يوفي جالانت، لا يستطيع. لماذا؟ لأن موازين القوى تميل لصالح المقاومة ولا تميل لصالح الجيش الإسرائيلي المهشم المأزوم والخائف والجبان. أيضا إسرائيل خفائض القوة التي تستخدمها بدون من الولايات المتحدة الأمريكية قتلت فيه ما يعني ارتكبت فيه مجازر عدة، يعني كانت تقتل بمربع بغزة 500 قتلت 500 على مستوى لبنان. بطبيعة الحال لدينا عمق استراتيجي. المقاومة تذكر الحصون الإسرائيلية، المطارات، المؤسسات، شلت حركته، أجبرت سكان صفد على النزوح. اليوم النداءات من رئيس بلدية حيفا للسكان لعدم النزوح ولكن لا أحد يتجاوب، يعني الجميع يرضى بإرادة الصواريخ التي تطلقها المقاومة. ونحن في لبنان أقوى من إسرائيل، لكن الدعم الجوي الأمريكي لهذا الكيان يعطيها تفوقا تكتيكيا في السماء، أما على الأرض هم صفر. لماذا الإعلام العربي يصوب على ما يحصل في لبنان؟ طيب صوبوا على ما يحصل داخل هذا الكيان من دمار ومن شل ومن حرائق ومن قتلى، أعداد من القتلى. هناك أخبار تتحدث عن عشرات القتلى وضباط كبار قضوا في عمليات عسكرية للمقاومة الإسلامية. سيدتي المشكلة ليست في إسرائيل كما تفضل ضيفك الكريم، المشكلة في أمريكا. نحن نواجه في لبنان المشروع الأمريكي الأوروبي بواجهة إسرائيلية. على كل حال محور المقاومة المساند لغزة هو اليوم محور يساند لبنان. العمليات العسكرية رغم عدم التكافؤ بالقدرات وبالقوات، ولكن دكتور إسماعيل، دكتور إسماعيل، هل من مصلحة هل من مصلحة الولايات المتحدة جر العالم إلى حرب عالمية ثالثة ربما للضغط على روسيا للدخول بهذه الحرب؟ يعني عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية وحكمتها الحرب مع روسيا في أوكرانيا كان عليها أن تعرف أن روسيا تمتلك السلاح النووي. أمريكا لا تأبه لشيء، أمريكا لا تخاف من شيء، أو أنها لديها ضمانات أو لديها ثقة بأن العالم يخاف أو يهاب من الحرب النووية. نحن في لبنان لا نمتلك سلاح نووي، لكن إسرائيل تسعى لجرنا إلى الصراع ربما يجر العالم إلى الصراع النووي. بكل الأحوال ما نركز عليه هو عدم الاستسلام، الصمود، القتال، هزيمة إسرائيل وتسجيل موقف. يجب أن تنتصر، يجب أن تخرج غزة من المعركة منتصرة. إما أن توقف إسرائيل وقت إطلاق النار رغما عن أنفها، وإما المعركة في جنوب لبنان مستمرة بوجه الكيان الصهيوني حتى يصرخ أحد الطرفين. نحن لن نصرخ بإذن الله، ومستمرون وجاهزون لطالع بعد حرب مفتوحة لعدة سنوات. أدخلنا الجيل الثاني من الصواريخ اليوم فادي 3، وإن شاء الله سندخل الباقي في الأيام القادمة. إن شاء الله، إن شاء الله دكتور. العبرة فيما سترون. نعم، إذا فادي 3 هذا النوع من الصواريخ يدك قاعدة شمشو. وهنالك الحديث عن أضرار جسيمة في الكيان الصهيوني، وحزب الله قال أننا سننشر فيديوهات ومقاطع في التوقيت المناسب لحجم الضرر في الكيان. يعني أين ستذهب الأمور؟ ستفرح، يعني جزء من الحرب الإعلامية أيضا هو العمل دائما على تسليط الضوء على ما يتعرض له محور المقاومة وجمهور محور المقاومة والنتائج التي يتعرض لها محور المقاومة دون تسليط الضوء على ما يتعرض له الكيان الصهيوني. أولا خلينا نناقش، هل محور المقاومة يحترم القوانين الدولية والقوانين الإنسانية؟ قطعا محور المقاومة لم يتجرأ لحد هذه اللحظة استهداف المدنيين حتى في الكيان الغاصب حتى في المستوطنات، على عكس الكيان الغاصب الذي يتعامل بلا شرف وبلا إنسانية، يريد من خلال هذه الورقة التي دائما أذكرها في موضوع التفاوض ما بين الجانب الأمريكي والجانب الفيتنامي. عندما استشعر كيسنجر وقتها المفاوض الفيتنامي كان صلبا وشديدا، أبرق للخارجية الأمريكية وللدفاع الأمريكي عليكم بتكثيف الضربات الجوية على المدنيين الفيتناميين من أجل
حصول ورقة ضغط على الفريق المفاوض، وفعلا استطاع من خلال 5 أيام أن يوقع خسائر كبيرة وفادحة داخل المدنيين الفيتناميين، مما اضطر المفاوض الفيتنامي عام 73 بالتنازل أمام المفاوض الأمريكي. اليوم يتعامل بنفس الورقة، هو يدرك جيدا أنه لا يستطيع أن يواجه محور المقاومة. لماذا؟ محور المقاومة منذ 2006 ولحد الآن عمد على تحييد أقوى سلاح عند الكيان الصهيوني وهو سلاح الجو من خلال البنى التحتية باستثمار الجغرافيا الجبلية وبناء الأنفاق، وبالتالي لحد هذه اللحظة لا حماس استطاع أن يبيدها، فبالتالي فشل، ولا القوة التي كانت تعتبر القوة الخاطفة والقوة الضاربة والقوة التي لا تواجه. أستاذ وين يريد يوصل؟ أستاذ علي وين يريد يوصل؟ اليوم إحنا عندنا انتخابات أمريكية قريبة، هذا الموضوع ما محسوم، هل هذه ضربات آخر نفس وبعدين راح يتوصلوا للاتفاق؟ إحنا الآن خلينا نسلط على نتنياهو وسياسته في موضوع جر المنطقة إلى حرب مفتوحة. نتنياهو يتعمد من خلال إطالة أمد الحرب أولاً لإرسال رسالة مهمة للشارع الصهيوني على أنه لا زال يمتلك عنصر القوة، والدليل هو من يفتح الجبهات. الرسالة الثانية هو يعمل من خلال إطالة أمد الوقت تأخير إعلان هزيمة الكيان الصهيوني أمام محور المقاومة. الرسالة الثالثة، الجانب الأمريكي يعول لتجاوز مرحلة الانتخابات، وأتوقع وإن شاء الله أتوقع يكون خاطئ يعني بالنسبة لي، العمل على استمرار ضربات الجوية باتجاه حزب الله لحين الوصول إلى الانتخابات وانتهاء الانتخابات الأمريكية، وقد يعمد إلى موضوع الهجوم البري باتجاه حزب الله. لذلك هو يراهن على عامل الوقت لاستنزاف محور المقاومة، لكن بالمقابل محور المقاومة هل كانت أو هل غاب عنه هذا التفكير؟ قطعا لا. محور المقاومة وإشارة السيد حسن نصر الله عندما قال أن هذه الحرب لن تنتهي بالضربة القاضية وإنما بالنقاط، هو يريد أن يوصل رسالة لنا أن هذه الحرب هي حرب النفس الطويل وحرب استنزافية، لذلك هنالك تعقل دائما باستخدام القوة وحتى في استخدام السلاح. لذلك اليوم التدرج باستخدام القوة من قبل محور المقاومة لم يكن احتباطا، لا هي منهجية حتى لا يستنزف، وأيضا يريد أن يتدرج باستخدام القوة مع المتغيرات الآنية والتكتيكية والاستراتيجية للكيان الصهيوني. أنا أعتقد المرحلة الأولى انتهت رغم الخسائر البشرية الكبيرة والكثيرة جدا داخل جمهور محور المقاومة، لكن محور المقاومة هو من انتصر في المرحلة الأولى مرحلة حرب غزة، وحتى هذه المرحلة بإذن الله سيكون الرد كبير جدا. عذرا ست فرح، حتى موضوع استهداف القيادات الأمنية والسياسية لحزب الله، أنا أذكر الجميع أن الثورة الإسلامية عام 82 يعني بعد قيام الثورة ب3 سنوات تعرضت لضربات موجعة. أول تفجير كان خسارة 72 قيادة سياسية وأمنية للحكومة الإيرانية، ثم بعد شهرين من نفس الضربة تم استهداف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هل سقطت إيران؟ قطعا لا. اليوم إيران هم يتناسون بقوة. القتل فينا عدو أحسنت من قصدي. الله يشهد قصدي لا أنا يعني بس سؤال لحضرتك، ليش يكررون نفس الأخطاء؟ يعني نخسر قائد يجي قائد آخر ونكمل المسيرة، وهذا احنا متعودين عليه. على عامل وقت ست فرح، هو يدرك هو في حسابات الكيان الصهيوني. أولا بالمناسبة خلينا نعرف تقريبا عدد السلاح النووي لم يستخدم من قبل الكيان الصهيوني. ممكن يستخدموهم، أشاروا بهذه الورقة في بداية الحرب. بالنسبة للكيان الصهيوني الذي يستطيع أن يقتل الطفل والمرأة قطعا يستطيع. لا هم قالوا نبيد فلسطين وارد هذا. لماذا هذا السبب؟ هذا بعد 7 من أولا أكتوبر. ذهنية العقلية الصهيونية قائمة على آلة الرعب وآلة الإبادة والآلة الوحشية للتوسع والنفوذ. ثانيا صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الدولية بإيقاف هذه الجرائم طبعا قد يضطر الكيان الصهيوني. لذلك محور المقاومة لا يريد أن يتهور حقيقة ويعطي الذريعة للكيان الصهيوني في موضوع استخدام أسلحة طيب. قد تكون أفتك من الذي يستخدمه. ذكرت لي 4-3 رسائل لكنه ربما لم تنتبه إلى الرسالة الرابعة وهي. من مصلحة نتنياهو أن يبقى في السلطة، لو طلع من السلطة راح يروح للسجن طبعا قطعا. زين هذه النقطة إلى أين ستوصل معطيات الأمور؟ وين راح توصلها؟ هذا مكلب بالسلطة وباقي بيها حتى ما يروح للسجن. طبعاً هنا نتعامل إحنا على سياسة النفس الطويل لمحور المقاومة وللكيان الصهيوني والمحور الساند للكيان الصهيوني. محور المقاومة أنا أكرر
يتعامل بعقلانية، لا يتعامل بسياسة الانفعال، لا يجر إلى المساحة التي يريدها الكيان الصهيوني. والجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي الذي يتذرع ويتبجح ويقول نحن نريد إيقاف الحرب، قطعا هو كاذب. هو حتى المفاوضات يريد إيقاف الحرب ويدز أسلحة ويدس أسلحة وبعد ويقف عائق أمام تنفيذ قرارات المؤسسة الدولية، وهو من يستخدم الفيتو لإطالة أمد الحرب. لذلك واضح هذا الموضوع مدرك، القول شيء والسلوكيات شيء آخر على أرض الواقع. طيب دكتور خالد، يعني لاحظت حجم الاستجابة والاستنفار لإغاثة الشعب اللبناني سياسيا، كيف نستطيع أن نقرأ هذه التطورات؟ يعني أول شيء عندما تأتي فتوى من المرجع كبير السيد علي السيستاني لنصرة أهلنا شعبنا في لبنان خصوصا جنوب لبنان، فبالتأكيد يكون هنالك أيضا امتثال كبير على مستوى فعاليات اجتماعية بينفهم فيهم القوى السياسية. القوى السياسية العراقية نجد بأنها أيضا اتفقت فيما بينها على في اجتماعاتها وفي بياناتها التي شارت بشكل حقيقي للوقوف مع لبنان. شكد مهم هذا الاتفاق السياسي العراقي اللي كان غائب لفترة ربما ليست قصيرة. شوفي احنا العراقيين دائما في قضاياتنا الخارجية او قضايانا الخارجية نتواحد كثيرا اكثر من قضاياتنا الداخلية، وهذه نقطة جوهرية مهمة جدا. مثلا الأزمة السورية، الأزمة اللبنانية، القضية الفلسطينية، غزة، ماك واحد عراقي من مختلف قوميات أديانة او المذاهب ما يتخذ موقف هو في إطار الجانب الرسمي على مستوى مراجع دين، على مستوى قوى سياسية عراقية، وعلى مستوى نخب عراقية، وعلى مستوى فعالية مجتمعية. فلذلك أنا أتوقع الموقف العراقي موقف واضح، ونحن ربينا ونشأنا على مثل هذه الأفكار اللي هي نصرة القضية الفلسطينية، نصر كل ما يتعلق بقضايا اللي تتعلق بالمقاومة و المشاريع الاستعمارية التي تقودها أمريكا والكيان الصهيوني. يجب أن نتحدث بشكل موضوعي، لا نترجى من أمريكا وفرنسا وبريطانيا اللي هي واكبت تشييد هذا الكيان الصهيوني، لا نترجى من فرنسا وبريطانيا اللي سوت عدوان على مصر بال 56، لا نترجى على فرنسا. كل غسل إيده من هاي الدول، اللي المشكلة هسه مو بهاي الدول، مشكلة بالدول العربية مجاورة للبنان والفلسطين ساكتين، بل ربما يسمحون باجتياح بري للبنان أو فلسطين من قبل أراضيها. يعني اليوم الوضع معقد جدا. شوفي، نحن لا نتحدث عن بريطانيا فرنسا. أنا ليش تحدثت على فرنسا وبريطانيا وأننا نتحدث عن الواقع السياسي العراقي؟ لأن هنالك من كان يريد أن يقسم العراقيين فيما بينهم على مسار القرار الداخلي العراقي أو حتى القرار الخارجي العراقي فيما يتعلق بالدول الداعمة للمشهد السياسي، تركيا، إيران، سعودية، دول الخليج وبعض الدول الجوار الأخرى. المسار العراقي اليوم توحد بشكل واضح في اتجاه نصرة القضية اللبنانية، وهذه القضية اللبنانية هي ليس بجديدة. يعني لو نستعرض تاريخ المواقف العراقية خصوصا بعد 2003 نجد بأن المسار واضح. قصف الكيان الصهيوني لبنان، كان العراق دور كبير جدا في امدادهم بالمول لداد الكهربائية. مسألة الحديث اليوم على ايضا مشكلة الوقود، كان العراق واضح في التعاطي والتعامل مع ارسال شحنة الوقود. تعرضت لبنان الى تفجير ميناء مرفأ بيروت، كان العراق سباق اكثر من الدول العربية. لذلك انا اتوقع الجانب أكو حقد عربي على العراق لقيامه بهذه الأعمال؟ نعم، يعني أكو حقد عربي على العراق لقيامه بهذا الأعمال؟ لا، لأنه يعني هذا يسلط الضوء عليهم، هم فاشلين وهذا. لا، احنا ما نريد نتحدث عن الحقد العربي، احنا نتحدث عن مواقف عربية وإسلامية. العراق بلد ملتزم. أنا أتحدث عن المشاعر. احنا نتحدث حقد لبعض الدول العربية على العراق. شوفي بعد 2003 يوم يعني نتحدث ونفتح ملفات، دول عربية أرسلت لنا مفخخين ومفخخات، ويعني فتحت العراق على مصراعيه، وكانت تنسف بحرف طائفية بين العراقيين، ونسفت في 2014 داعش، وكانت تمول وتجهز. لكن العراق قلب هذه الصفحة وتحدث عن صفحة جديدة قوامها الشعور بالمسؤولية. العراق بلد مؤسس للجامعة العربية، العراق بلد كان له مكانه في إطار الركائز الإقليمية والقضايا العربية. فلذلك المنطق الشعور العربي والإسلامي هو الذي حفز العراق. ومثل ما قلت، لدينا مراجع ولدينا أيضا اليوم قوة سياسية عراقية تنظر جيدا إلى المستقبل
وتتخذ قرارات بعيدة كل البعد عن التأثيرات الخارجية الدولية. أكو تخوف من قرارات المرجعية الدينية باعتبارها صمام الأمان لكل المنطقة. يعني إحنا شفنا لولا الفتوى المباركة كان داعش استحل بيوتنا واستحل وطننا، واليوم هنالك دعوة لنصرة ومؤازرة ومساعدة الشعب اللبناني. شوفي أكو توازن ما بين القرار السياسي وقرار المرجعية، يجب أن أكو بالانس ميزان. يعني بعد 2003 لولا السيد السيستاني وكلام الواضح لما خرجت الولايات المتحدة ولا سوت لنا الدستور ولا نظام سياسي، كان هنالك أصال مرجعية. القرار المرجعية هو صمام أمان أساسي لجميع العراقيين، وأيضا فيه جانب استرشادي كبير جدا للقوى السياسية العراقية. أنا أتوقع أيضا الجانب الديني مع الجانب السياسي مع الفعالية الاجتماعية، هاي القوة الثلاثة هي اللي مثلت اليوم حراك كبير جدا في دعم القضايا العراقية. والدليل اليوم عندما فتحت المرجعية أبوابها ودعت الناس العراقيين إلى مساعدة لبنان، اليوم بدأت المساعدات العينية ومسألة الفلوس والأطباء والتطوع ورسالة المساعدات، لاحظناها في استهداف أجهزة الاتصال البيجر وغيرها، كان هنالك طائرات إغاثة من الحشد الشعبي ومن الحكومة العراقية ومواقف سياسية واضحة في التعاطي. إحنا ما نريد نتحدث بأن الجرائم التي انتهكت ضدنا اليوم احنا نفرح ونحقد على الاخر نقول حيل بهم، دول هي تسوى بنا. العراقي ما يتحدث بنفس الشعور الذي هو اليوم مثل ما تفضلت قبل قليل يقول يحقد على العراقيين اللي يساعد لبنان، الذي يعني لديه اخوه عربيه واسلاميه وغيره ويمتلك الغيره لا يقف امام حديث عن ضغط امريكي او ضغط صهيوني او ضغط غربي فيما يتعلق بتقديم اي مساعدات او انصاف للقضيه الفلسطينيه. دكتور اسماعيل بثلاثين ثانيه لو سمحت، اين ستذهب الامور في لبنان؟ الى حرب كبيره جدا. الى حرب كبيره جدا. الى حرب كبيره. نعم شكرا. الى حرب كبيره جدا ستذهب فيها اسرائيل. شكرا شكرا جزيلا من لبنان الكاتب والباحث السياسي الدكتور اسماعيل النجار، حياك الله شكرا جزيلا. أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد عبد الإله حياك الله شكرا جزيلا. البحث في الشأن السياسي الأستاذ علي فضل الله حياك الله، نورتنا في حصاد اليوم. قبل أن ننتقل لموجزنا الخبري خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس حول بيان الإمام السيستاني بشأن التضامن وإغاثة الشعب اللبناني، لنتابع. ننتقل الآن إلى الموجز الخبري. السوداني يشارك في الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 79 في نيويورك. الأمن الوطني يعلن ضبط 653 هاتفا و330 شريحة اتصال كانت موجودة لدى النزلاء داخل السجون العراقية. وزارة الداخلية تعلن الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات للتعاون والتنسيق مع مكافحة المخدرات في أربيل والسليمانية. وزارة التجارة تنفي دعوتها إلى المواطنين بتخزين المواد الغذائية وتؤكد وجود كميات كبيرة من المواد تكفي
للأشهر القادمة. وزير الإعمار والإسكان يفتتح مشروع الطريق الرابط بين تقاطع الحج البري وقضاء عين تمر في كربلاء المقدسة. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.